السائل هنا حرية اعتقاد أم من حق البعض أن ينزعج ويقول أنه كيف نستدعي مشاهد عانت منها بعض الدول التي تعاني من الطائفية ومن الحروب الطائفية ومن الصدامات الطائفية ما بين السنة والشيعة كما يحدث في العراق وإيران ولبنان؟ هل دي حرية اعتقاد ولا من حقهم أن يتخوفوا وأن يمنعوا احتفالكم غدا بيوم عاشوراء على اعتبار أنه يكون مصحوبا ببعض المظاهر الطائفية ويكون مصحوبا أحيانا بسب الصحابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله الطيبين الأطهار أولياء عهده. أولا نعزي مولانا الرسول الأكرم النبي الأعظم مولانا محمد صلى الله عليه وآله، ونعزي أمير المؤمنين وسيدتنا الزهراء وأئمة آل البيت وجميع المؤمنين والمؤمنين بالحرية، ليس فقط المؤمنين بالإسلام، في فاجعة استشهاد مولانا أبي عبد الله الحسين. الأمر ببساطة إن حرية الاعتقاد حق مصون في كل المواثيق الدولية والمصرية دستوريا وقانونا، وهو أمر جعله الله قاعدة عامة ولا يزال مختلفين إلا الذين آمنوا ولذلك خلقه. فالاختلاف سنة من سنن الله عز وجل. فالطائفية تأتي من التعصب. إذا كان المجتمع المصري عرف بأنه مستوعب لكل الأفكار حتى الخارجة عن الديانة وانصهارها في شخصية مصرية، فيبقى من العار ان احنا نقول ان خلافنا كمصريين يصل الى حد الطائفية، والا يبقى في يصبح في مشكلة بين الصوفية ولها ممارسات ايضا يعترض عليها بعض اخواننا من اهل الخلاف، والا ان نقول بقى ان يقتحموا الكنائس في اعياد المسيحيين. ولكن هذا الامر وافد علينا، بدأ بالتكفير ووصل إلى النحر والسابية كما يحدث الآن. أنا مش عايز أبتعد عن الواقع الذي سنعيش، وخلال الساعات القليلة القادمة ده وصل بينا ستحتفلون بيوم عاشوراء على طريقتكم الخاصة. أيوه اللي فيها اللطم على الخدود والضرب على الصدور وحسيناه في بعض الدول في مشاهد دموية، لكن أنا لا أستطيع أن أجزم أنها تحدث في مصر. يضربون زي المشاهد اللي احنا شايفينها، يضربون ضرب القامة تطبير والضرب بالزنجيل وفي أكتر من كده كمان أنتم ما جبتوهوش. بس يعني هي الفكرة أن احنا مجتمع، يعني مجتمع الخلاف لا يفرقنا، يعني وإلا يبقى نبيح، لأن وصل هذا التعصب إلى مقتل الشهيد حسن شحاتة ورفاقه الثلاثة، ووصل إلى حرق بيوت البهائيين في سوهاج، ووصل إلى حد حرق الكنائس. فيبقى الطائفية هنا من المتعصب الذي طيب يعتدي على الآخر. كده هتعمم لي الموضوع وهتدخلني فيما نبهت منه. هو سياق واحد. طيب خليني في احتفالاتكم خلال الساعات القليلة القادمة، تحتفلون باستشهاد الحسين. نعم. بهذه يعني هل ستحتفلون بهذه الطريقة التي سنشاهدها فيها يمكن أن تكون فيها مشاهد دموية التطبير حتى في إيران منع قانوناً. في لبنان منع ليس قانونا. التطبير اشرحوا لي لفظا كده لماذا تسمونه التطبير؟ التطبير يعني ضرب الرأس بالقامة لإسالة الدم. اقتداء بستنا الحوراء زينب سلام الله عليها حين جاءت في زيارة الأربعين، لم تنتظر أن يبرك البعير ولكن ألقت بنفسها فخبطت رأسها في قائم الهودج الحديدي فنزفت دما، فبعض
لكن لم تضرب رأسها يعني. نعم، فهم يعني يقتضون بمواساة لسيدتنا الحوراء زينب، لا يتجاوزون هذه الواقعة. لا، في جنود كمان بيمشوا على النار. فكرة الانهاك الجسدي فكرة موجودة حتى في الجيوش للحفاظ على ثورية، خاصة إذا كان الجماعة متحدة. أنت هنا بتشوه الجسد لا، مش بتشوه الجسد، انت وتؤذي هنا الجسد. أنت هنا بتنهج الجسد، يعني إعلانا أن حتى الدم لا يمنعنا، يعني أحد الزوار. يعني شايف هذه المشاهد ليست حراما يعني؟ احنا ما بنتكلمش دلوقتي في فكره الحرام والحلال، ولكنها هي عادات شعبيه. هي عادات شعبيه، حتى المرجعيات، في مرجعيات زي مرجعيتكم منعتها قانونا وشرعا. فانما لا يمكن السيطره على مشاعر 30 مليون عمي. الشيعه هم في الاخر جماعه يعني ممكن إنسانية. نشوفكم بتعملوا ده غدا خلال الساعات القليله القادمه، غدا بقى اليوم. لن يعني يحدث في العلن، لن يحدث في العلن، لن يحدث في العلن. لكن ممكن تفعله إذا في السر. اذا فعل احد ذلك فبعيدا عنا، فبعيد عن الجماعة، ليس أمرا عاما. إذا واحد شايف كده ما أنا مش بحكمه، حتى داخلنا إحنا ما كلامك يقلي هي القضية علن والسر. إذا كان في بيته أنا همنعه إزاي؟ إذا كان في بيته أنا همنعه إزاي؟ إذا طبر في بيته أنا همنعه إزاي؟ واللي في بيته ده ما هو ممكن يطلع يعمله قدام مسجد الحسين، هتمنعه إزاي؟ لا، لأن إحنا اتفقنا ونسيطر على الآخرين. أي تجاوز او خروج يستبعد. فلسفة الاحتفال بذكرى استشهاد الحسين بهذه الطريقة ايه؟ فلسفتها هو بقاء ثورة الحسين على كل ما هو ظلم، بضرب الرؤوس والاجساد. لان جماعة الشيعة اضطهدت عبر التاريخ، فللحفاظ على هذا، مع ان بعض المفسرين يقولون انهم يفعلون ذلك شعورا بالذنب لانهم باعوا الحسين وخزلوه. والترهات على الشيعة والاتهامات على الشيعة كثيرة. أولا، من باعه لم يكن من الخارجين في ثورة التوابين، يعني سليمان بن صرد أو المختار الثقفي. فهم منعوا، وقتل عروة بن هاني، وقتل مسلم بن عقيل، وقتل مع الحسين كثير من أهل الكوفة. طيب، أنا مش عايز استدعي التاريخ، أنا عايز اللي أنتوا هتعملوه غدا، لأنه في المقابل ضيوفي وهم يشكلون جبهة للاعتراض على ذلك، ويقولون أنهم سيمنعون هذه الطقوس. وهل من حق أحد حتى إذا كان يمنع هذا الأمر وهو خلاف الدستور وخلاف الحق الإنساني، فلتمنحه الحكومة، لا يمنحه مجموعة من الشعب تمنع مجموعة أخرى. إذا كان الأمر مجرم قانونا، إذا كان فيه تجريم قانوني، هل الشيعة مجرمة قانونا في مصر؟ طيب، قبل ما الأزهر ما الذي كيف ستحتفلون؟ لأنهم سنحتفل بقراءة الزيارات والأدعية وباللطم على الصدر، اقتداء بسن رسول الله حين جاءه نعي حمزة عليه السلام، وحين أخبره جبريل الأمين